من النجف عبر الأقمار الاصطناعية الكابتن كرار جاسم، حياك الله، أهلا وسهلا بك كابتن كرار. حبيبي الله يحييك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك وتحياتي للدكتور. كابتن كرار، قبل لا أسألك، بادي كل قوتك مكافح كورونا وبها رسالة جدا مهمة، ارتداء الكمامة القفازات، عاش أفيدك. أكيد 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 طبعا أكيد طبعا، أنا يعني بدايتي قلت يعني أنه لازم أنوه عن هذا الموضوع حقيقة، يعني إحنا يمكن هذا الموضوع ماخذيه يمكن نوعا ما بالمزاح، نوعا ما غير جدي. لا بالعكس، يمكن الشعب العراقي هو الوحيد اللي عنده شجاعة واللي عنده طاقة واللي عنده أشياء بداخله تخليه يتغلب على أي شيء، بس هذا الموضوع هو اللي حالياً ده يغزي العالم، مو بس ده يغزي العراق. يعني هذا الموضوع لا يستهان به، هذا الموضوع يعني لازم احنا ناخذه بكل تفاصيله، بكل أموره، كيف نحافظ علينا، نحافظ على عوائلنا، نحافظ على صحتنا، يعني تفاصيل كثيرة قلت لك يعني، فأنت قلت ماخذ من أول بداية الحلقة والحطر. الله يشافي الجميع إن شاء الله، وبالبداية طمني عن محافظة النجف، شنو التفاصيل؟ أكو توعية تثقيف لمكافحة فيروس كورونا؟ والله حقيقة يعني الوضع حاليا يعني جيد، تعرف يعني الحركة طبيعية، يعني قلت لك إنه إحنا العراقيين يعني عندنا شجاعة، عندنا أرادة بداخلنا نتغلب على أي شيء، بس بنفس الوقت اللي دا أشوفه إنه ماكو ذاك الاهتمام، نقول يعني الاهتمام 40-30%. اللي مهتم بهذا الموضوع يمكن 60-70%، أشوفه يعني ماخذ الأمور ببساطة. حالياً يعني الوضع جيد، بس تعرف يعني أنا هسه حالياً بالشارع، فأكيد من أطلع بالشارع راح أكون لابس الجفوف، الوقاية، الكمامة، لأن ما أعرف يمكن المقابل مريض يجي، أنا مريض ما أعرف يعني شنو الموضوع، فأنا أتجنب يعني وعائلتي وأصدقائي وكل شخص أعرفه نتجنب هاي الامور، بحيث انه لازم نلتجئ الى الامور الوقايه حتى نحافظ على سلامتنا، سلامه اهلنا ويعني اقربائنا واصدقائنا. طيب كابتن كرار ابقى معي، اعود للدكتور، نرحب بك مره اخرى. حياك. والكابتن كرار ذكر معلومه، اكو تعامل غير جدي من مجتمعنا، البعض يحاول استهزاء بهذه الطبيعه، شلون ممكن نوصل رسائل؟ نعم، حقيقة يعني احنا لازم نعرف احنا امام تحدي كبير اللي هو فيروس كورونا الكوفيد 19. طبعا هذا الفيروس طبعا صار اجتياحه عالميا، يعني